هذه انا المديره. لا شوفي المديره مكانها هنا هنا عند الازرق. تعالي. لا كأن انت قلتي وين المدير بعدين تعطين. لا انت قولي الخوله خوله توديك لو سمحت. وين المدير؟ طق 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 قولي ادخل طق 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 ادخل. وش تبي عشان انا ادق على وش تبي بالمطعم؟ ابغى انا الكوفيرة. وين الطريق الكوفيرة؟ الكوفيرة بعد هنا سيد. لا صح في دوار. لا مو من هنا. روحي من هنا وتلقين الكوفيرة هناك. كفاية هاي لك سني كانك انت رفيف بتجيك تلين وانت تستسلم شعرها. اطلب من هذا باكي بتصلح شعرك لو رحين. في حد جاك؟ برافو علي. لا انا كاني رحت بالطريق شوي وانادي صديقتي يمكن تبي مطعم عشان تكفي. ترى انا المدير. هاي انت ترى تبي لك اللي طاح. وي بعد ما تصفى تبي لك اساعدك. اي انت انا المدير. وين الصحن؟ وين الصحن اللي خلاص ساعد انا بطبخ ما يصلح. فرات السرين المدير. المديرة؟ ايه مين؟ لا طيها وين حقت اللي نحطها هنا؟ جود هنا الكوفيرة. جود خلاص وقت تبغى تبي شيء؟ لا بس بقيت كذا. انا بنتك. انا المديرة ترى يا تمارا. يا بنتي بنتها. طيب ايش تبغين بنتي تاكلين؟ ما طيب خليني بقطع بصل عشان واحدة تبغى شاورما. روحي شفتي اسمها طلبة فرات تسعدون؟ اي نادي خلاص تدس في هذا الكلام. فرات لما طاحن حليب. هذا مو حليب، هذا فلفل، هذا سكر، هذا ملح، هذا سكر، هذا بهارات سكر. هذا بهارات ملح. جبها ما تبي طلب. لا بعد كفاية انت. اذا خلصتي صفي فيها. وش الحالة؟ يحطيها هنا. ما اصلحت. انت كيف كيف؟ ما اعرف. ما حد شد. انا انت بس اعطيني وانا اعلك. اعطيني دادا. خلص ملل يا دادا. طيب يلا انا بشتري. دادا انا بشتري. يا خبطت دادا ترى بشتري. دادا مريم انا المدير. تعالوا احتاجك في الفتحه. انا بنت فرند. انا بنت فرند. بنتي هذه بنتي. خلاص ايش تبغى؟ بنتي ايش تبغى؟ ايوه يلا بتوقع. خلاص اعطيني انا بقهوه. عصير برتقال. عصير برتقال هذا بعدين. وانا جيبي هذا. جيبي دخلي هذا. دخلي عندي. هذا مو ملكي انا هذا عصير برتقال. الحين قهوه. جيب هذه صحه. بنتي لا تحسين انت. انا حطيتها هنا ليه؟ عشان هذا يغسل. انا اسحب بنتك. مين امشي يلا.
حط السكر. لا لازم تختارين احد. خلاص يلا الفنتين يلا كده. ما يحصل. انا بحط السكر بقى احط السكر. تمارا تبين ترين المدير. تمارا المدير. لا لا بصير بنت. يا حلوة. تعالي من اجلس اجلس اجلس. اجلس كرسي الانتظار. خلي هذا المسكرة. ماما في شيء. خلي هذا المسكرة. أنا أنت طالب كرار رقم 20 خلاص ماما أنا طلب رقم 20 طلب رقم 20 كوفي كوفي طلب رقم 20 كوفي الفلوس مليون ريال مليون ريال عند الفتحة اعطيك اياها لا اعطيني الفلوس من هنا الفلوس ومن هنا اعطيك الطلب هنا الفلوس هذه شنطتك انت هذه شنطتك الطلب 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 خلصت مشيت ما تلعب هذه ما تلعب حقيت حس شعري كم حقيتها ما تلعب ما من يبغى يشتري طلب من يبغى يشتري مطعم الوقت الحاضر من يبغى مطعم وقت الحاضر تبي لي ايش تبغين مطعم وقت الحاضر ترى مو كذبيه فيها حليب صاد كلمة قاعد اكتب بطاطا طب واحد وبطاطا وايش مين مصاصه يلا حبيبي بس ارجع البيت انا الحين بروح معاها يلا روح مع بابا ايش شوف البطاطا ها ايوه ايش تبغين تيك توك توك ادخل انا ماما ليه روحوا روحوا يلا كلكم انتوا قاعدين تلعبون ليش؟ ايه هذا جاهز البطاطس دحين دحين ايش تبغون؟ شيل هذا الشعر هذا بعد غسيل شعر غسيل شعر؟ هذا طيب تعالي تعالي غسيل شعر ومكياج ايوه مشوار ايوه ماما تعالي جسي لا مو كذا مو كذا قومي قومي مو كذا 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 يلا كريها رجعيها معك انا معك انا جامع هاي لا تخبيني حسابك لحظة سمعت الفلوس لا انا قلت لك الحساب تعالي وقفي هنا حساب مليون الف دينار انا عارف عارف نضبط طاقتي عارف لا 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 شعرها لا شوية شوية بس قومي ها خلاص شكرا خلاص قومي ايش بعد كنت اول وين انا لو سمحت انا بس بيتك طيب وقتك وين يلا يولي قال لحد ما شفت شعري شكرا اوج عليك اوج لا تخربينه عليك اوج وش اوج شرع عور المشط بخربت شعري وي طلعيني الفلوس طلعيني بنت بيبي اني بقى الشعر لا كنا انا شربت الماء كنا انا بشرب المناكير لا 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 لا
خلاص كلي خلصتيها. أبغى رصاصة. وين الرصاصة طاحت هنا؟ مو رصاصة مو رصاصة. ميمي. نبغيني؟ يا عصيرة. أنا بصير بنتك. لا. تنطقي. فرات. خلاص. خلاص. لا تغزر معي ما يصلح. هذي شنطة شوي. أوكي تعالي يلا بسرعة. بس شوي تضربني وتحوس الأشياء. أركبها كم شوي. تولين. 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 لا كل واحدة على. الغطا الغطا. تولين رفيق. شو إيش قاعد تسوي؟ ما خلصت. قاعد أشرب قهوة. وشو؟ قاعدة دردع قهوة. نعم. أنت وين رفيق؟ ما أدري ما أدري. يلا بنات بنات. رفيق رفيق. تعالوا كلكم هنا شوي. اجلسوا. يلا اجلسي. يلا فخولة. ترى اليوم وبكرة احنا عندنا تقييم، اللي مو سامع الكلام معك تجي معنا في الحلقات الجاية. حاضر. يلا تعالوا كلكم هنا بنات. يا رفيف تعالي. يلا. يلا يا رفيف. قفل المحل. يلا رفيف. لا خل محلي يتخربى. خليكم جالسين يلا. لا تخرب محلي. طيب يلا. يا روح هناك رفيف، روح رفيف هناك. سيب الدهن وانا قاعد اركب. يلا. يلا. انت وينك بنت؟ يلا الحين عندنا اجتماع. يلا رند خليها تجلس هناك شوي. يلا رند. يلا بعد شوي. طيب الحين كل واحدة بنات ركزوا معي. أنا ما هنا. بنات 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 يا تولين تولين شوية. يلا كل واحدة بسألها سؤال خلاص، والسؤال هذا تجاوب عليه هي بطريقتها خلاص. بسألك على أسئلة. ها كنا في مدرسة. لا مو مدرسة، كنكم في البيت يعني. يا فراس يا خولة ركزي معي. بسألك كل واحدة فيكم سؤال خلاص، واللي تجاوب تجاوب نفسها خلاص. ببدا مع مين؟ ام حديجه لفرات خلاص. طيب فرات بسالك ايش تتمنين ان شاء الله بكره؟ يعني احنا دائما ناخذ الامنيات، وانا بقول لكم على حاجه كويسه. مثلا في حاجه تمنيتيها قبل يا فرات وصارت لك؟ ما صارت لحد الان ابدا. لا انا اعرف اشياء تمنيتيها وصارت لك. مثلا يعني لما كنت تبغين الشهره مثلا، انك تقدمين اناشيد وكذا، وتقدمين لك تقدمين للناس رسائل ايجابيه، هذيك الان قدمتي صح؟ طيب كل واحده تتمنى شيء وصار لها اول. يا تولين تالين يلا ركزوا معي. كل واحده تتمنى شيء وصار لها، ها؟ ايش تسوي الان فيه؟ يلا. اتمنى اني يا اكون مذيعه ايوه، او اكون مجاهده في سبيل الله. يا سلام عليك. طيب الله يعطيك العافية، تجاهدي طال عمرك في الصلاة إن شاء الله، وفي طاعة والدينك و... أيوة. وفي المذاكرة، وفي شو اسمه في البيت إن شاء الله بكرة لما تتزوجين تصيرين أم عيال، تجاهدين طال عمرك في الطبخ وفي تعليم عيالك وكذا، صح ولا لا؟ يعطيك العافية. يا تمارا يلا. ها؟ إيش الأمنيات اللي تتمنينها؟ لا تستحين سكرون. تبي تصوري مصورة بس، هذا الشيء اللي انت الوحيد. طيب انا بقول لكم على حاجة، بس بعد ما اخلص الامنيات بقول لكم على حاجة حلوة، بعدين ابغاكم تسوونها انتم وبسألكم عليها ممكن الشهر الجاي. كل واحدة تتمنى حاجة، واللي تمنته هذا الشيء صار لها سجلتها، ابغى كل واحدة تسجلها في دفتر عندها. مثلا هي تمنت انها تصير مشهورة مثلا، يا تالين حبيبتي يلا. تمنت انها تصير مثلا مشهورة، تقدم مثلا اشياء حلوة ورسائل حلوة للناس وتفيد المجتمع صح؟ تكتبها ها؟ وتعلقها عندها عشان بكرة يصير عندها حافز مرة قوي. كيف يصير حافز؟ أقول لكم أنا على حاجة. أنا عشان أنا أوصل للشيء الكبير، وعشان أقدم، وعشان مثلا أطلع بشيء كويس وأتدرب ويكون عندي مهارات حلوة وأعرف أسولف وأتكلم، ليش ليش إيش اللي أنا سويته؟ أعلمكم إيش؟ كل أمي أول يوم إني صغير كنت أتمناها كنت أكتبها. مثلا أنا أتمنى أكون مذيع. والله رحت كتبت انا اتمنى اني اكون مذيع، ويا رب ان شاء الله اني اكون مذيع مثلا يعني. بعدين بعد مرحله اولى وثانيه وثالثه ورابعه من هالامنيات انا وصلت لايش؟
اللي انا ابغاه. كتبت اليوم انا